السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح منهج ديسكوفر اكتشف برايمري 1 او الصف الاول الابتدائي ترم 2 او الترم الثاني، ومع المحور الثالث How the World Works او كيف يعمل العالم. شابتر 1 الفصل الأول How goods are made around the world، كيف تصنع البضائع حول العالم. وكنا وصلنا المرة اللي فاتت لنهاية بيج 10 أو صفحة 10، والنهاردة إن شاء الله هنشرح بيج 11 أو صفحة 11. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب خلي معاك كشكول تذاكر منه وتراجع ورايا. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونوصل لبيج 11 أو صفحة 11 وعنوانها Materials. ماز Materials يعني المواد أو المواد الخام. طبعا Material يعني مادة أو مادة خام. ماز ماز يعني متاهة. انتوا عارفين طبعا المتاهة اللي بتبقى فيها طرق مختلفة بتوصل لأماكن مختلفة. في طرق منها بتبقى ماشية على طول مش مسدودة، وفي طرق تانية بتبقى مسدودة، دي اسمها الماز. ماز يعني متاهة، اي حد ممكن يدخل جواها ممكن يتوه لو هو مش واخد باله. فهنا بيقول لنا في حاجة اسمها material ماز، متاهة المواد او متاهة بتاعت المواد الخام. فهنا بيقول لك follow. follow يعني اتبع. each ماز كل متاهة من المتاهات دي اللي فيها عدة طرق. from the good. from the good يعني من البضاعة. from the good من البضاعة اللي هي من الحاجات المصنوعة دي. to the resource. resource يعني المصدر. resource يعني المصدر بتاع الحاجة اللي اتصنع منها الجودز دي. طبعا احنا هنتبع الطرق دي او الماس دي علشان نوصل للريسورس اللي اتصنعت منه. used to make it الريسورس ده اللي احنا استخدمناه علشان نصنع الجود دي. فمرة كمان follow each ماس تتبع كل متاهة الطرق. from the good من البضاعة. to the resource used to make it علشان توصل للمصدر او المورد اللي هي اتصنعت منه. فاحنا هنا عندنا في اول حاجة موجود قدامنا هنا النوع ده من انواع الطعام، حاجة زي البيتزا او الخبز. تاني حاجة موجود قدامنا تيشيرت. تيشيرت طبعا اللي هو قميص او طوح او مقفول وبيبقى اكمامه قصيرة، ده بنسميه تيشيرت. وعندنا هنا آنية فخارية، حاجة من الفخار مصنوعة، والفخار ده بيبقى نوع من أنواع الطين بيشكلوه بأشكال مختلفة وبعد كده بينشفوه في النار ويدينا الأشكال دي، بتبقى على شكل آنية فخارية. ممكن يبقى فيه منها فازة، ممكن يبقى فيه منها حاجة اسمها قلة الناس كانت بتشرب فيها، ممكن يبقى فيه منها إناء زرع. وآخر حاجة فيه تيبل هنا، تيبل أو ترابيزة. فإحنا نشوف أول حاجة النوع ده من أنواع المعجنات أو من أنواع الطعام. نمشي ورا الماس بتاعته من هنا علشان نوصل للريسورس بتاعها أو للمورد أو المصدر اللي هي اتصنعت منه. فشايفين هنا الماس بتاعتها بتبدأ من هنا، فنمشي معاها زي ما احنا شايفين. احنا ماشيين جوه الماز، والماز فيها طرق مختلفة. هنفضل ماشيين بالشكل ده واحدة واحدة لغاية ما هنوصل للقمح اللي هي اتصنعت منه. زي ما احنا شايفين قدامنا في سنابل قمح هنا هي اللي اتصنعت منها. فده اول حل، هنمشي من هنا بالقلم الرصاص زي ما شفنا من شوية، كده 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 لحد ما نوصل لسنابل القمح. طب تاني حاجة في عندنا تي شيرت زي ما احنا شايفين. التي شيرت ده قدامه الماس بتاعته بتبدأ من هنا، فهنمشي كده بالشكل ده بالقلم الرصاص بتاعنا او with our pencil، وهنفضل ماشيين بالشكل ده لغاية ما هنوصل للكوتون او للقطن اللي هو اتصنع منه، وبالتالي هنعرف نحدد مكان الريسورس اللي هو اتصنع منه او المصدر اللي هو اتصنع منه. طب تالت حاجة عندنا الآنية الفخارية دي او اناء الزرع ده، فقدامه الماس بتاعته او المتاهة بتاعته بتبدأ من هنا،
فهنمشي بقلمنا الرصاص او بال او with our pencil من الحتة دي، وهنفضل ماشيين بالشكل ده لحد ما نوصل للطين اللي بيتعمل منه الأنية الفخارية دي. وبكده احنا عرفنا نوصل للريسورس او المصدر اللي هي بتتصنع منه. واخر حاجة عندنا في البيج هنا هي التيبل دي او الترابيزة دي، فهنمشي بالقلم الرصاص في الماس بتاعتها او في المتاهة اللي قدامها، وهنمشي بالشكل ده واحدة واحدة، وهنلاقي الماس بتلف والطريق بيلف، فهنمشي جواها بالشكل ده لحد ما نوصل للتري دي او للشجرة دي، وبالتالي عرفنا نوصل للريسورس او للمصدر اللي هي اتصنعت منه، لانها طبعا اكيد مصنوعة من الوود او من الخشب، فبالتالي احنا وصلنا للريسورس او للمصدر اللي هي اتصنعت منه. وبكده نكون حلينا البيج دي. والكلمات الجديدة هنا materials، materials يعني مواد او مواد خام، ماز ماز يعني متاهة، follow follow يعني تتبع، each كل، ماز متاهة، from من، the good البضاعة الموجودة قدامك، to the resource للمصدر او للمورد، used to المستخدم، make it في صناعتها. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكوا معايا، ونوصل لبيج 12 او صفحة 12، وعنوانها life cycle of a product. life يعني حياة، cycle يعني دورة حياة، cycle يعني دورة، of a product لمنتج معين، product يعني منتج. فهنا بيقولك ان اي product في الدنيا او اي منتج في الدنيا ليه life cycle. يعني ايه life cycle يا اصحابي؟ يعني دورة حياة، يعني هو بيبدأ من حاجة صغيرة وبيخش في مراحل مختلفة لحد ما يوصل ويبقى بشكله النهائي اللي انت بتستخدمه بيه، زي ما احنا عرفنا قبل كده في القلم الرصاص، الحاجات اللي احنا بنجمعها علشان نقدر نصنع بيها القلم الرصاص في الدرس اللي فات. فبالتالي دي اسمها life cycle. واللايف سايكل يا حبايبي ما بتنتهيش عند ان انت تستخدم البرودكت ده او ان هو يوصل لايدك وتستخدمه. انت ممكن بعد ما تستخدم البرودكت كمان وتنتفع بيه يتبقى منه بقايا، البقايا دي انت مش لازم ترميها في المهملات، ممكن نعمل لها حاجة اسمها إعادة تصنيع. إعادة تصنيع أو ريسايكل. يعني إيه إعادة تصنيع؟ يعني إحنا بناخد الحاجات الباقية من البرودكت أو من المنتج اللي إنت كنت بتستخدمه ده وندخلها في عملية تصنيع جديدة علشان نقدر نصنع منها منتج تاني جديد نستخدمه وينفعنا في حياتنا. وبالتالي إحنا بنكسب حاجتين كده، أول حاجة ما بقاش عندنا مخلفات ومهملات كتيرة تلوث البيئة اللي حوالينا وتخلي المكان اللي حوالينا فيه مهملات وزبالة كتيرة. تاني حاجة احنا انتفعنا بالمخلفات دي وقدرنا نستخدمها مرة تانية ونستفيد منها مرة تانية، فدي حاجة اسمها ريسايكل. ريسايكل يعني اعادة تصنيع. فهنا في البيج دي بيكلمنا عن اللايف سايكل اللي هي دورة الحياة بتاعت البرودكت او بتاعت المنتج، life cycle of a product، دورة حياة المنتج. وبيقولك هنا study، study يعني ادرس، the diagram، diagram يعني المخطط او الشكل الرسم البياني اللي موجود، below بالاسفل، to learn، to learn علشان تتعلم، لكي تتعلم، the stages، stages يعني مراحل، in creating لانشاء لتصنيع، closing، closing يعني الملابس، يعني القماش اللي بيتصنع منه الملابس وبعدين بتبقى ملابس في الاخر بنلبسها، say، say يعني قول، قل، each word كل كلمة، out loud، out loud يعني بصوت عالي، as you read it كأنك بتقرأها، as you read it يعني كما تقرأها. ونقولها مرة كمان، study the diagram below، ادرس الدياجرام او المخطط below اللي هو موجود بالاسفل، to learn لتتعلم، the stages المراحل، in creating clothing في صناعة الملابس، say قل، each word out loud
كل كلمة بصوت عال as you read it، كما تقرأها. وزي ما احنا شايفين في هنا diagram أو في مخطط بيورينا life cycle بتاعت البرودكت، والبرودكت اللي احنا بنتكلم عنه هو الكلوزنج. الكلوزنج يعني الملابس زي ما احنا عرفنا قبل كده. فالملابس طبعا احنا مش بتبقى موجودة في شكلها النهائي اللي احنا بنلبسها بيه كده. اكيد الملابس دي بتتصنع وليها دورة حياة، بتبدأ بحاجة اسمها الكوتون. الكوتون اللي هو القطن. الكوتون ده، القطن ده نبات بيطلع في الارض، الفلاح بيزرعه. الكوتون ده بيطلع نبات وبيبقى فوقيه مادة بيضة كده زي ما احنا عارفين القطن طبعا بيبقى موجود فوقيه كده هوت. والكوتون ده بيبقى موجود كرات قطنية بتبقى مخلوطة وممزوجة بالبذر بتاع القطن. هنعرف بعد كده دلوقتي كمان شوية هنعرف ازاي بيفصلوا الكوتون ده عن السيدز او عن البذور اللي بتبقى موجودة جواه. بس هنا بيقولك ان اول حاجة في دورة حياة الكلوزنج او الملابس هي بتبقى الكوتون. الكوتون اللي هو القطن. بعد كده بيتاخد الكوتون ده وبيروح للمانيفاكتشر. المانيفاكتشر مرحلة التصنيع. المانيفاكتشر مرحلة التصنيع. مانيفاكتشر يعني تصنيع. مانيفاكتشر يعني تصنيع يعني انتاج. طبعا زي ما احنا شايفين هنا القطن بيتحول لخيوط، والخيوط بتعمل قماش، والقماش بعد كده بيتقص وبيتخيط في بعضه وبيدينا الكلوزنج او التيشيرت الجميل اللي احنا بنلبسه. فده اسمه مانيفاكتشر. مانيفاكتشر يعني تصنيع يعني انتاج. طبعا بعد كده انت بتشتريه، فبتعمل حاجة اسمها باي. باي يعني شراء. وجايب لك هنا صورة فلوس انت بتدفعها علشان تاخد البرودكت ده او الكلوزنج دي، الملابس دي عشان تلبسها. بعد كده بيجيب لك شكلك وانت لابس الهدوم وكاتب جنبها وير. وير يعني يرتدي، يعني نلبس الهدوم ده اسمه وير. وير انا اي وير تي شيرت. اي وير تي شيرت يعني انا ارتدي تي شيرت. فانا جايب لك صورة شخص وهو لابس التي شيرت ده وكاتب جنبها كلمة وير. وير يعني يرتدي. بعد ما هو لبس التي شيرت ده واستنفع بيه واستفاد بيه، هنا في علامة استفهام وكاتب لك هنا throw away. throw away يعني يرمي، يعني يلقي، يعني يرمي ويتخلص منه. or recycle. or recycle يعني يعيد تصنيعه. فممكن نعمل في حاجة من حاجتين، يا إما throw away. throw away يعني يتخلص منه، يعني يرميه في المهملات وفي القمامة. or recycle. recycle زي ما احنا قلنا في الأول يعني بنعيد تصنيعه، يعني بناخد قطعة القماش المتبقية من التيشيرت ده اللي احنا لبسناه واستفدنا بيه، لو هو اتقطع ولا حصل فيه أي حاجة أو احنا ما حبناهوش بعد كده بيتعمل له حاجة اسمها ريسايكل. فبياخدوا المتبقي من القماش بتاعه ويدخلوه في انتاج هدوم تانية ويعملوا بيه ملابس جديدة ويستفيدوا بيه مرة تانية. وبالتالي زي ما احنا قلنا بنحمي البيئة ان يبقى فيها مخلفات كتيرة علشان البيئة حوالينا تبقى نظيفة وجميلة. او هو ممكن يعمل حاجة ويبقى اسمها ثرو اواي. ثرو اواي يعني يتخلص منه، يعني يرميه في القمامة. وده طبعا يعني حل مش مفيد للبيئة بتاعتنا وبيخلي البيئة تبقى ملوثة بالقمامة وبالمهملات الكتيرة. وبكده نكون انهينا البيج دي. والكلمات الجديدة هنا هي life cycle. life يعني حياة، cycle يعني دورة. life cycle دورة حياة. of a product. product يعني منتج. study ادرس. the diagram. diagram مخطط شكل بياني. below. below يعني اسفل. to learn. learn يعني يتعلم. the stages. stages يعني المراحل. in creating. creating يعني انشاء، يعني انتاج. closing. closing يعني ملابس. say. say يعني قل، يعني قول. each. each يعني كل. word. word يعني كلمة. out loud. out loud يعني بصوت عالي. as you يعني كما انت. read it تقرأها. cotton. cotton يعني قطن. cotton يعني قطن.
manufacture, manufacture يعني تصنيع يعني إنتاج, buy, buy يعني يشتري, wear, wear يعني يرتدي, throw away, throw away يعني يتخلص من يعني يرمي, recycle, recycle يعني يعيد تصنيع, or يعني أو. ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكوا معايا ونوصل لبيج 13 أو صفحة 13 وعنوانها throw away يعني نرمي يعني يتخلص من أو يلقي, or recycle أو يعيد تصنيع, clothing الملابس. فهنا بيقول لك أنت هترمي ولا هتعيد تصنيع الملابس. throw away يلقي يتخلص من, or recycle clothing أو يعيد تصنيع الملابس. وبيقول لك هنا draw, draw يعني ارسم, and color وبعد كده ولون, a picture, picture يعني صورة, of what happens لما سيحدث, لما سيحدث, of what لما, happens, happens يحدث, when عندما, you throw away أنت تلقي, and recycle وتعيد تصنيع, clothing الملابس أو القماش بتاع الملابس. فأنا أعمل لك two boxes أو صندوقين, واحد مكتوب فوقيه when I throw away clothes, لما when يعني عندما, I throw away أنا ألقي أو أتخلص من clothes الملابس. المفروض هترسم هنا صورة بتوضح أنت لما ترمي الملابس وتتخلص منها في المهملات, وبعد ما ترسم الصورة دي طبعا هتلونها, هيبقى شكل الدنيا والبيئة اللي حواليك عامل ازاي. وهنا بوكس تاني مكتوب فوقيه when I recycle عندما أعيد تصنيع clothes الملابس. طبعا هنا لما تعيد تصنيع الملابس هترسم صورة بتوضح لما انت تعيد تصنيع الملابس وتستخدمها في انتاج ملابس جديدة وتلون الصورة دي هيبقى شكلها عامل ازاي, والبيئة اللي حواليك كمان هتبقى نظيفة ولا هتبقى ملوثة. فزي ما احنا عارفين طبعا لما احنا نثرو اواي الكلوزس او ان احنا نرمي الكلوزس ونتخلص منها بعد ما نستخدمها, البيئة هتبقى ملوثة بمهملات كتيرة. فهنرسم هنا صورة بتوضح ان في مهملات كتيرة موجودة في البيئة احنا ما عدناش استخدامها ورميناها وخلاص, وهتلون الصورة دي. بينما انت هنا لما تعمل ريسايكل, ريسايكل او اعادة تصنيع للكلوزس للملابس اللي انت استخدمتها قبل كده وانتجت بيها ملابس جديدة هتنفعك او هتنفع حد تاني غيرك, البيئة هتبقى نظيفة وفي نفس الوقت هيبقى فيه منتج جميل ممكن حد تاني يستفيد بيه ويبقى ليه فايدة لحد تاني. فهترسم هنا صورة بتوضح ان البيئة نظيفة وجميلة وان فيه برودكت جديد او فيه منتج جديد طلع هينفعك او هينفع حد تاني ويستفيد بيه. وبعد كده في نفس البيج كاتب لك decide, decide يعني قرر, decide يعني قرر, if it is better, if it's better, if يعني لو, it's better and لو كان افضل, to throw away ان انت ترمي, ان انت تتخلص من, or recycle او تعيد تصنيع, your old, old يعني قديم, clothing, clothing يعني ملابس, your old clothing ملابسك القديمة, and write وبعد كده اكتب a sentence, sentence يعني جملة, explaining, explaining بتشرح, explain يعني يشرح, explaining يعني بتشرح why لماذا. فهنا بيقول لك قرر, decide قرر, if it's better لو انه افضل, to throw away ان انت ترمي وتتخلص, or recycle او ان انت تعيد تصنيع, your old clothing ملابسك القديمة. وبعد كده write and write a sentence explaining why, وبعد كده اكتب جملة بتوضح ليه. فهنا بيسألك بيقول لك it is better to throw away انه افضل ان انت تثرو اواي ترمي وتلقي وتتخلص من, وعمل شرطة وكاتب ريسايكل او تعيد تصنيع, my old clothing ملابسي القديمة, because, because لان,
فالمفروض ان انت هتكتب هنا هتقرر جواك انهي افضل، ان انت تعمل ثرو اواي ان انت ترميها، ولا تعمل لها ريسايكل ان انت تعيد تصنيعها. هتقرر، وبعد ما هتقرر هتكتب جملة هنا بتوضح القرار ده انت قلته بناء على ايه. فانا مثلا لو هقول الجملة دي وهقرر وهفكر معاكو، انا هقرر ان انا هعمل لها اعادة تصنيع علشان خاطر احمي البيئة بتاعتي واخليها نظيفة، وفي نفس الوقت استفاد من المخلفات واخليها تخدمنا مرة تانية في شكل برودكت جديد يخدمني او يخدم حد تاني. فهقول it's better to يعني انه من الافضل recycle يعني إعادة تصنيع my old clothing ملابسي القديمة because لأن this will protect our environment ده this يعني هذا will سوف protect يعني يحمي our environment our يعني ملكنا environment بيئتنا، يبقى لأن ده هيحمي البيئة بتاعتنا. وبكده نكون أنهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج 14 أو صفحة 14. وقبل ما أشرح الجزء ده أحب أفكرك وأقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض ونذاكر مع بعض أول بأول. وما تنسوش لو حابين تستفادوا من الخصم الحصري اللي عامله موقع جوميا لمشتركي قناة فلاش التعليمية، والخصم ده بيوصل حتى 50%. لو حابب تستفيد بالخصم ده لازم تدخل عن طريق اللينكات الخاصة بالقناة، وانا هسيب لكم اللينكات في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. ونوصل لبيج 14 وعنوانها تكنولوجي يعني التكنولوجيا، and the t-shirt والتيشيرت. التيشيرت زي ما احنا عرفنا هو اي قميص مفتوح او مقفول بس بيبقى اكمامه قصيرة، ده اسمه t-shirt. فهنا بيقولك تكنولوجي التكنولوجيا and the t-shirt التكنولوجيا والتيشيرت. read يعني اقرأ، the text يعني النص، below يعني اسفل، to learn لتتعلم، how technology كيف التكنولوجيا، helps people بتساعد الناس، helps تساعد people الناس، make clothing في صناعة الملابس، more easily بسهولة أكتر، more easily بسهولة أكتر. وهنا في 3 boxes و 3 pictures، في 3 صناديق و 3 صور. أول بوكس موجود فيه صورة فيها نبات القطن طبعا زي ما احنا شايفين، والنبات موجود فيه صورة للقطن وهو لسه ما حدش حصده وما حدش لمه مننا على الزرع. فهنا بيقولك تي شيرت يعني التيشيرت are made from cotton، are made يعني تم صنعه، from cotton من القطن، from من cotton القطن، cotton القطن grows بينمو on plants على النباتات، in fields يعني في الحقول، a person يعني الشخص، needs يعني يحتاج، to pick يعني ليلتقط، each bowl كل كرة of cotton من القطن، from the plants من النباتات. فهنا بيقولك ان التيشيرت مصنوع من القطن، والقطن ده بينمو على النباتات، والperson او الشخص اي شخص سواء كان الفلاح او حد تاني بيحتاج ان هو pick يعني يلتقط each bowl of cotton كل كرة من الكرات بتاعت القطن دي، from the plants من على النباتات. تاني صورة موجود فيها there is هناك machine يعني آلة، that can help
اللي هي ممكن تساعد في موضوع ان حصاد القطن ده او في التقاط القطن ده. The machine is called, الماشين دي called يعني تسمى a cotton harvesting machine. A cotton يعني طبعا احنا عارفين كوتون يعني قطن. harvesting, harvesting يعني حصاد. harvest يعني يحصد. يعني ايه يحصد؟ يعني بيشيل الحاجة انسان بيستخدمها وبيستفاد بيها من الزرع. لو احنا بنتكلم عن القطن، الهارفستنج بتاع القطن ان احنا نلم كرات القطن من على النباتات الخاصة بنبات القطن، بنلم الكرات بتاعة القطن، ده اسمه هارفستنج، اسمه حصاد. لو احنا بنتكلم على نبات زرع يعني بيطلع منه فاكهة، فان احنا نلم ثمار الفاكهة من على النباتات دي وناخد ثمار الفاكهة دي ونحطها في صناديق او في غيره عشان الناس تستخدمها وتاكلها بعد كده، ده اسمه هارفستنج. لو احنا بنتكلم على نوع من انواع الخضار، على قمح، على ذرة، ان احنا نقطع الخضار ده من على النبات اللي هو بيطلع منه علشان نحطه للناس وياكلوه بعد كده، ده اسمه هارفستنج. هارفستنج يعني حصاد، والحصاد زي ما قلت لكم ان احنا ناخد الحاجة اللي بتنفعنا من على النباتات علشان نديها للناس وتستفيد بيها. فهنا بيقولك ان في مكنة او في آلة بتساعد ان احنا نحصد القطن ده من على النباتات ونلمه ونلتقطه، اسمها called a cotton harvesting machine. cotton harvesting machine يعني آلة حصاد القطن. والبوكس التالت أو الصندوق التالت موجود فيه صورة وموجود فيها القطن وهو بعد ما عملنا له harvesting أو حصدناه من على النباتات، وموجود فيه the first step. the first يعني الأول، step الخطوة الأولى، step يعني خطوة، to turn لتحويل، turn يعني تحويل cotton القطن into clothes لقماش لملابس، is هي to separate. to separate يعني separate يعني يفصل، separate something يعني نفصل حاجة عن حاجة. فهو بيقول لك ال first step ان احنا بنعمل separate. separate لايه بقى؟ it from the seeds. زي ما قلت لكم قبل كده في الصفحات اللي فاتت ان القطن ده بيبقى موجود في وسطيه seeds او البذور اللي هي بتاعت القطن، والبذور دي بتنفع في حاجة تانية هنبقى نقولها لكم بعد كده. فهم بيحتاجوا ان هم يفصلوا البذور دي عن كرات القطن. فاول خطوة علشان نصنع القطن ده ونعمل بيه قماش وملابس نلبسها ان احنا نعمل separate. separate يعني فصل للقطن ده عن السيدز اللي موجودة جواه. there is هناك a machine آلة. a machine آلة زي ما احنا قلنا machine يعني آلة. that can help اللي هي ممكن تساعدنا في حاجة زي كده. the machine الآلة دي is called بتسمى a cotton gin. a cotton gin. gin يعني محلاج القطن. عملية فصل السيدز دي او البذور دي عن القطن نفسه او عن القطن نفسه اسمها حلج. يعني انا بشيل البذور من القطن علشان اخدها بعد كده استفيد بيها في حاجة تانية، واخد القطن اصنع منه القماش، ده اسمه حلج، حلج القطن. ففي في مكنة او في آلة بتسمى a cotton gin. cotton gin يعني محلاج القطن، الآلة اللي بتساعدنا على حلج القطن. والكلمات الجديدة هنا طبعا زي ما احنا شايفين عندنا مجموعة كلمات كتيرة جديدة. اول حاجة طبعا تكنولوجي. تكنولوجي يعني تكنولوجيا. تيشيرت احنا عرفناها قبل كده. helps helps تساعد. people people الناس. easily easily اكثر سهولة. more يعني اكثر. grows grows يعني ينمو. fields fields يعني حقول. person person يعني شخص. needs يحتاج. pick pick يعني يلتقط. plants نباتات. machine machine آلة. can تستطيع. help تساعد. cold cold تسمى. cotton harvesting machine آلة حصاد. harvesting حصاد القطن.
first الأول step خطوة turn تحويل into إلى separate فصل seeds بذور cotton جن محلاج القطن. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 15 أو صفحة 15 وعنوانها technology and the t-shirt. لسه بنكمل التكنولوجيا وتصنيع التيشيرت بتاعنا اللي احنا بنلبسه. وهنا بيقولك read اقرأ the text النص below اللي موجود بالأسفل to learn لتتعلم how technology كيف التكنولوجيا helps people تساعد الناس make clothing more easily في صناعة الملابس بشكل أكتر سهولة بسهولة أكتر. وهنا في two boxes زي ما احنا شايفين. البوكس الأولاني بيقول لنا في the second step. احنا خدنا المرة اللي فاتت من شوية the first step أو الخطوة الأولى. ال second step بقى second يعني ثاني. second step الخطوة الثانية to turn cotton لتحويل القطن into clothes لقماش لملابس is to spin. is to spin. spin يعني يدور بسرعة يلف بسرعة وبتيجي بمعنى غزل. لما هما بيحبوا يغزلوا القطن بيمسكوا القطن وبيخلوه يلف حوالين نفسه بسرعة عن طريق آلة معينة عن طريق ماشين معينة. فده بيبقى اسمه spin اسمه غزل لأن لما القطن بيلفوا حوالين بعضه بسرعة بيكون الخيوط. فspin هنا بمعنى غزل is to spin ان هو عن طريق غزل into yarn. yarn يعني خيط احنا بنغزله ومنحوله لخيط. yarn يعني ايه يعني خيط. yarn الخيط is then woven. woven يعني زي ما احنا عارفين النسيج او اي نسيج في الدنيا او اي قماش في الدنيا عبارة عن خيوط متداخلة خيوط ماشية عكس خيوط تانية فبتكون نسيج يعني بتكون قماش. فwoven هنا woven يعني نسج. نسج يعني ادخال الخيوط عكس بعضها علشان نكون حتة قماش او قطعة قماش نستخدمها في تصنيع الملابس. فهنا ده اسمه woven. woven يعني نسج into fabric. fabric يعني قماش. فمرة تانية yarn. yarn يعني الخيط is then woven. بعد كده بيحصل له woven بيحصل له نسج ان احنا بندخله مع بعض وعكس بعض بشكل متداخل علشان نعمل بيه بعد كده into الى fabric. fabric يعني قماش. فهنا بيقول لك the second step الخطوة التانية to turn cotton into clothes لتحويل القطن الى قماش is to spin it ان احنا نغزله into yarn ليصبح خيوط. yarn خيط. yarn الخيط ده بيحصل له ايه بعد كده is then بعد ذلك woven بينسج. woven يعني نسج يعني بندخله عكس بعضه بنجيب خيوط كتيرة ونعمل لها غزل بندخلها عكس بعضها علشان تتداخل وتعمل لنا قطعة قماش into fabric علشان بعد كده بتتحول لإيه fabric. fabric يعني قطعة قماش. آخر حاجة بيقولك هنا there is a machine هناك machine هناك آلة that can help اللي هي ممكن تساعد في حاجة زي كده. the machine is called المشين دي بتسمى is called بتسمى loom. loom يعني نول. النول اللي هو المكنة اللي بيدخلوا بيها الخيوط دي عكس بعضها زي ما قلنا وبتعمل حاجة اسمها نسج. النسج ده ان الخيوط دي تخش عكس بعضها وتعمل القماش اللي احنا بنستخدمه. فالآلة دي اسمها loom. loom يعني نول. نول المكنة دي اسمها loom. loom يعني نول او آلة نسج القماش. اخر بوكس هنا موجود فيه
to turn fabric لتحويل الفابريك الفابريك اللي هو القماش into a t-shirt ليصبح بعد كده t-shirt the fabric is cut الفابريك بنعمل له عملية cut يعني بنقصه to the correct size to يعني إلى the correct الصحيح size المقاس يبقى بنقصه على المقاس الصحيح اللي احنا عايزين نصنع منه التيشيرت فبناخد المقاس وبنعمل له cut بنقصه أو بنقطعه to the correct size على المقاس الصحيح and shapes وكمان على الشكل الهندسي الصحيح يعني ما بقصوش وخلاص بقصه على شكل ان هو يطلع بعد كده تيشيرت the fabric is then القماش ده بعد كده بيحصل له ايه sewn يعني بيحصل له عملية خياطة sewn يعني خياطة together بيتخيط together معا فهما هنا حتى جايب لنا صورة آلة خياطة sewn يعني خياطة بيتخيط بعد كده او بيحصل عليه عملية خياطة together مع بعضه وبيقولك هنا there is a machine هناك machine هناك آلة that can help اللي ممكن تساعد في حاجة زي كده the machine الآلة دي is called بتسمى a sewing machine sewing machine اللي هي آلة الخياطة زي ما احنا شايفين وطبعا الكلمات الجديدة هنا second يعني الثاني spin يعني غزل yarn يعني خيط woven يعني نسيج زي ما احنا قلنا اللي هو بادخال الخيوط عكس بعضها fabric يعني قماش loom يعني نول او آلة نسج القماش correct يعني صحيح size مقاس shape شكل طبعا او شكل هندسي الخاص بالهدوم اللي احنا بنصنعها soon يعني خياطة together معا sewing machine آلة الخياطة sewing machine ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 16 او صفحة 16 وعنوانها technology in my day technology يعني التكنولوجيا in في my day يومي my day يعني يومي وهنا بيقول لك draw ارسم a picture صورة of a technology لتكنولوجيا you use انت بتستخدمها to help you لتساعدك live to help you live يعني بتساعدك عشان تعيش work يعني بتعمل وبتساعدك برضو في أداء عملك and play وكمان بتساعدك وانت بتلعب play يعني يلعب then ثم بعد ذلك write what that technology helps you do اكتب write what that technology التكنولوجيا دي بتساعدك helps you do في صنع الحاجات دي ازاي في عمل الحاجات دي ازاي فهنا طبعا في تيبل زي ما احنا شايفين اول حاجة live يعني اعيش طبعا هنا التكنولوجيا اللي بتساعدني ان انا اعيش في حاجات كتيرة جدا بتساعدنا ان احنا نعيش احنا ممكن مثلا نقول اللامب او المصباح بيساعدك في الحياة بتاعتك فممكن نقول مثلا اللامب ونرسم هنا صورة للمصباح او لللامب اللي هو بيساعدنا كلنا في حياتنا علشان نعيش وهنكتب هنا helps تساعدني me انا to في او لكي المصباح بيساعدنا في ايه ابسط حاجة ممكن يكون بيساعدنا فيها المصباح ده ابسط حاجة يعني to see in the night ان انا اشوف بالليل تخيلوا العالم لو ما فيهوش مصباح مثلا كهربائي هتبقى الدنيا عاملة ازاي بالليل العالم هيبقى مظلم ومحدش هيقدر يشوف اي حاجة بالليل وهتبقى الحياة صعبة جدا فبالتالي اللامب بيساعدنا في ايه او المصباح الكهربائي ده بيساعدنا في ايه to see in the night ان احنا نشوف بالليل
طب تاني حاجة بيقولك work في أداء عملك، work يعني عمل. طبعا انت عملك ان انت طالب بتذاكر وبتاخد دروس علشان تتعلمها، فالعمل بتاعك ان انت تتعلم. فايه ممكن يكون بيساعدك في أداء عملك ده؟ ممكن نقول البنسل، ونرسم هنا صورة بنسل، قلم رصاص. القلم رصاص بيساعدك علشان تتعلم، وأبسط حاجة بيساعدك فيها القلم الرصاص ده helps me to، بيساعدك في إيه؟ ممكن نقول to do my homework، إن أنا أعمل الواجب بتاعي. ف to do my homework إن أنا بعمل الواجب بتاعي عن طريق استخدام البنسل ده. طب تالت حاجة play، play إن إحنا نلعب. إيه التكنولوجي اللي ممكن تكون بتساعدنا وإحنا بنلعب؟ ممكن نقول سيلفون، الموبايل. سيلفون يعني موبايل. السيلفون بيساعدنا ان احنا نلعب عليه الجيمز الجديدة والالعاب الجديدة. فهنا بيقولك helps me to play games، ان انا العب الالعاب الجديدة اللي انا بحبها. فهو بي help you ان انت to play games، play games. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها درس النهاردة. لو استفدتم من الدرس ياريت تعملوا لايك، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك وتعمل شير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الواتساب. وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.